أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الخادم الصادق لرسول الرحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الخادم الصادق المحب هو سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام، يقول في إحدى كتاباته: ومن آيات رحمته العظيمة البدر الذي طلع من أم القرى في ليلة اسودت ذوائبها العظمى، فرفع الظلمات كلها ووضع سراجا منيرا أمام كل عين ترى. ما عندنا لفظ نشكر به على مننه الكبرى، أيقظ العالمين كلهم ونفى عن النائمين الكرى، تلقى كل هم وغم للدين بطيب النفس لما انبرى، وسن بذل النفس لله لكل من يطلب المولى، فنا في الله وسعى لله ودعا إلى الله، وطهر الأرض حق طهارتها. فيا عجبا للفتى، ربي اجز منا هذا الرسول الكريم خير ما تجزي أحدا من الورى، وتوفنا في زمرته واحشرنا في أمته، واسقنا من عينه واجعلها لنا السقيا، واجعله لنا الشفيع المشفع في الأولى والأخرى. ربي فتقبل منا هذا الدعاء وآونا هذا الذرى. ربي يا ربي صلي وسلم وبارك على ذلك النبي الرؤوف الرحيم، وعلى كل من أحبه وأطاع أمره واتبع الهدى. مشاهدينا الكرام، حري بنا ولزاما علينا، خاصة في هذه الأيام المباركة، في هذا الشهر الفضيل، شهر البركات، شهر الأنوار، شهر الأنوار، أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يأمرنا القرآن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة على النبي طلب الرحمة والبركة والتعظيم، والمقصود بها أن يدعو المسلمون لأجل رفعة درجاته، وإظهارا لاحترامهم وتعظيمهم له صلى الله عليه وسلم. فيقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاليوم سوف نتناول بعون الله تعالى معنى وحقيقة وأهمية وفوائد وبركات الصلاة على النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معي في الاستوديو كل من الأستاذ تميم أبو دقة والأستاذ عبد القادر مدلل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم. ومشاهدينا الأكارم، كما عودناكم، يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم أو تعقيبكم على البرنامج أو انطباعكم عن البرنامج، أن ترسلوا رسائل عبر موقعنا islamahmadiyya.net أو عبر المشاركة الحية عبر الهواتف التي تشاهدونها على شاشة التلفزيون. أخي أستاذ أبو أحمد تميم، بداية نريد أن نتعرف عن معنى
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا أمرنا بأن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلتم في مقدمتكم، الصلاة هي في الواقع الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرفعة والرحمة ورفع الدرجات. الصلاة من الله تبارك وتعالى هي في الواقع حسن الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع درجاته، ومن الملائكة هي الدعاء والاستغفار، الدعاء بحسن الثناء أيضا، والدعاء برفع الدرجات، والاستغفار من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية في الواقع هي آية مميزة جدا، هي الأمر الإلهي الوحيد الذي صيغ بهذه الطريقة. الله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين بدعاء خاص، ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ووضعه الله تبارك وتعالى في إطار لم يوضع فيه أي أمر إلهي مثله، يعني عندما يقول إن هذا الأمر أنا أقوم به وملائكتي تقوم به فعليكم أن تقوموا به، هذا عبارة عن مرتبة عالية من مراتب الأمر الإلهي. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وضع عددا كبيرا من الأوامر والنواهي التي ينبغي علينا أن نلتزم بها، ولكن طبعا من المؤكد أن هذه الأوامر والنواهي تؤدي إلى قرب الله تبارك وتعالى، وتؤدي إلى أن يصبح حقيقيا. ولكن تبارك وتعالى هنا قال: إن النموذج الكامل للائتمار بأوامري واجتناب نواهي هو من خلال أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست مجرد أن نردد هذا الدعاء دون حضور القلب ودون فهم المعنى الحقيقي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا هي دعاء المؤمن إلى الله تبارك وتعالى برفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحسن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم بحيث نقترب من إحسان الثناء الذي أحسنه الله تبارك وتعالى إليه. يعني بمعنى لا أحد يعلم مقام النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي إلا الله، والله تبارك وتعالى قد أثنى عليه وحمده وأسماه محمدا وبوأه هذا المقام العظيم. فحسن الثناء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم هو من خلال ما قام به الله تبارك وتعالى، والملائكة أيضا بما علمت من الله تبارك وتعالى، بما رأت من صفات الله التي ظهرت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد صلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أي قد أعجبها هذه الصفات ودعت إلى الله تبارك وتعالى لكي ترتفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم ولكي تظهر صفاته بشكل أكبر. فالله تبارك وتعالى يقول: إنني أنا النموذج الحقيقي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردتم أن تفهموا ما الذي أريده منكم، يعني إذا أردتم أن تماثلوا صفات الله، أن تفهموا ما هي الأوامر والنواهي التي يريدها الله تبارك وتعالى، فعليكم أن تدركوا ما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤدوها. هذا جانب. من جانب آخر هنالك شيء أيضا مميز في هذه الآية. الله تبارك وتعالى يقول بأنني أنا وملائكتي نقوم بما ينبغي لرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن أن نرفع شأنه نحن بأنفسنا، ولكن لنقل كأن مسيرة أو كأن عملية رفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم تسير على قدم وساق. فعليكم أيها المؤمنون إذا أردتم أن ترحموا، وإذا أردتم أن تتخلصوا من آلامكم، وإذا أردتم أن ترتفع مقاماتكم، عليكم أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتلتحقوا بركبي وبركب الملائكة من ورائي التي تقوم بذلك. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية أعطانا فعلا زبدة التعليم الإسلامية، يعني زبدة الإيمان والتعليم الإسلامي. حقيقة الإيمان تتجلى في أن يدرك الإنسان ما معنى أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في الواقع إذا صلى على النبي كما ينبغي فقد وضع يده على حقيقة الإيمان وقد أدرك حقيقة الإيمان.
لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج البشري، الكمال البشري الذي ظهرت فيه صفات الله تبارك وتعالى. فنحن بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأننا نعبر عن إعجابنا بهذه المحاسن، وكأننا قد أدركناها وبدأنا نتفهمها. فبهذه الطريقة يعني إذا استطعنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نكون قد فهمنا محاسن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم إذا أعجبتنا وأحببنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما نحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبنا هذه المحاسن، وكما قلنا وكما قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن للحب علتين أو سببين لا يوجد غيرهما، وهي الحسن والإحسان. فعلينا أن ندرك حسن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علينا أن نتذكر إحسانه علينا بأن أخرجنا الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور من خلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا استحضرنا هذه الأمور لابد أن يتولد في قلبنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي هو مدار الرحمة بالنسبة لنا ومدار النجاة. إذا لم نحب النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أننا لا نعرف شيئا من حقيقة الإيمان. ولذلك الله تبارك وتعالى قال يعني اختصر هذه المسألة كلها، اختصر مسألة الإيمان واختصر الأوامر القرآنية بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن ندرك حقيقة هذه الصلاة. فالله تبارك وتعالى أنعم علينا حقيقة بهذا الأمر. الآن تذكرت شيئا مهما، الله تبارك وتعالى أيضا في آية أخرى ماذا يقول؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كيف نربط بين هذه وبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ الله تبارك وتعالى يقول بأنكم لن تنالوا صلاتي ولا صلاة ملائكتي إلا إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله تبارك وتعالى يصلي فقط، هنا يجب أن تفهم، يصلي هو وملائكته على المؤمنين الذين ماذا يفعلون؟ الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه حق الحب، لأنه كان بالمؤمنين رحيما. فالصلاة في الواقع هي لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعنا أوامر الله وبصلاتنا على محمد صلى الله عليه وسلم نلنا الصلاة من الله تبارك وتعالى. فجزاك الله بارك الله فيكم. فعلا موضوع مؤثر جدا. يعني أستاذ عبد القادر، ما حقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما شرحها سيدنا الإمام المهدي المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلا إذا أردنا أن ندرك شيء من حب الرسول صلى الله عليه وسلم ننظر إلى هذا المحب الصادق الذي أحب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحب المنقطع النظير. يعني وفعلا أنت تعشق الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال كتابات سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود، من خلال أشعاره ومن خلال سيرة حضرته عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. الحقيقة أن يعني بداية قبل أن أدخل بالموضوع، أن كل أحمدي صادق يدخل في هذه الجماعة يحس مباشرة بمدى حب خادم الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام. وليس ذلك إلا أن المسيح الموعود عليه السلام بصفته محيي للدين إنما جاء ليحدث انقلابا بالقيم والمفاهيم والعبادات والأخلاق الدينية الإسلامية التي تحولت بكل أسف إلى عادات وتقاليد. ولذلك الإمام المهدي عليه السلام ينبهنا بأنه لا نستطيع أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة الحقيقية التي تؤدي غايتها فقط بمجرد الترديد باللسان أو كالببغاوات. ومن هنا فإن هنا الثورة على العادات والتقاليد. بكل أسف أن العبادات تحولت لمجرد عادة وتقليد، ولذلك يقول الإمام المهدي عليه السلام أنه لابد أن نقدم الصدق
أمام هذه العادات والتقاليد، حتى لو كلفنا هذا الصدق أن نضحي بقيمنا أو الاجتماعية، أو حتى لو ضحينا بأنفسنا، أو حتى يعني لو ضحينا بهذه الحياة الدنيا الغرور. لذلك يقول أنه لا ينال الطالب الصادق مراده إلا بالصدق، فعليه أن يختار الطريق الصادق ويتمسك به ولو ألقي في النار. والرجل الصادق لا يعنيه عز ولا صيت ولا ذل، ولا يكترث للخلق وللعنهم أو طعنهم ولا لمدحهم أو ذمهم. وعندما يبتغي المرء الصدق في طلبه فعلامته أن يزول خوف غير الله ورجائهم كلية من قلبه. أعود إلى الموضوع الآن والآية التي بدأت فيها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. الخطاب هنا موجه للمؤمن، لا يستطيع أن يصلي على النبي حقيقة إلا المؤمن. وما هو الإيمان؟ الإيمان ما وقر بالقلب وصدقته الجوارح، وبالتالي يبدأ الصلاة وحقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القلب. القلب يدفع باتجاه اللسان لكي يردد هذه الكلمات. الأساس أن يكون مكان الصلاة الحقيقية في القلب، ولا بد أن يكون هذا القلب طاهرا مطهرا نقيا، كما يقول المسيح الموعود عليه السلام يعني قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في كل عبادة نحتاج إلى مجاهدة أنفسنا وأن نطهر قلوبنا. يقول يجب أن يطهر المرأة قلبه من كل عمل وتفكر بغير الله ليخلق استعدادا لقربه، لأن الغاية من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم نيل قرب الله سبحانه وتعالى، نيل حب الله سبحانه وتعالى. فعندما يذكر من محبوب الله سبحانه وتعالى فينال هذا المؤمن حب الله سبحانه وتعالى. نندفع بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمكسبا آخرويا أو حتى دنيويا، وإنما فقط حبا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الحالة التي يكون عليها والتي لابد أن يجاهد المؤمن نفسه قبل البدء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ألا يبقى في قلبه حسد أو كراهية لأحد، وألا تكون يقظته ونومه إلا بنفس طاهرة. إذن هذه المجاهدة الأولى، وليس القضية ترديد باللسان. وكذلك ليس المسألة أن يمسك الإنسان يده أو مسبحة ثم يعد المرات التي يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعني يدرك ذلك وتخرج وكأن كل ذرة من بالضبط جسده وكيانه تصلي على النبي. مع أننا لا نقلل من أهمية ذلك، لأنه هنالك أحاديث وردت يعني فيها تحديد لعدد الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد، وهذا هو النقص الحادث عندنا كمسلمين، لابد أنه عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الصلاة بالإخلاص والحب وحضور القلب والتضرع. وهذه حالة التضرع تنشأ يعني عندما يعني كأن الإنسان يحس بنفسه أنه في قد وقع في مصيبة، في هذا في يعني يتخيل نفسه أنه قد وقع في مصيبة، فينشأ عنده حالة من التضرع والتذلل التي تؤدي بهذا المؤمن أن يبكي في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يتخيل وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم واقفا إلى جانبه، يتخيل بتأثير الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يردد هذه الكلمات، وكأن هذه الكلمات النابعة من القلب قد اختزلت الزمن المنقضي بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول المسيح الموعود عليه السلام أنه لا بد أن يستمر أن يصلي، يعني لا يكل ولا يمل ولا تنتابه حالة من الضجر والملل، بل إنما يستمر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتلئ القلب بكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وينشرح انشراحا ولذة
وحياة وينشأ انشراح ولذة وحياة في القلب، إذ وإذا لم ينشأ منها إلا القليل فلا يضجر ولا ينتظر إلى وقت آخر، فلا يتيسر للإنسان وقت صفاء دائما، فعليه أن يعتبر ما تيسر منه كبريتا أحمر وينشغل فيه بكل قلب وروح. تعقيب على هذا الكلام. نعم، هو في الواقع المسألة سبحان الله يعني تؤكد على أن الإسلام هو دين الفطرة. الإنسان كثيرا ما تتدمر حياته بسبب الحب، بسبب اندفاعه وراء عاطفة الحب هذه التي وضعها الله تبارك وتعالى في داخله، فهي يعني حب الشهوات وحب الدنيا وحب هذه الأمور هي التي تقود الناس غالبا نحو مهالك. نعم، فالله تبارك وتعالى اختط لنا طريقا لكي ننجو من خلال هذا الحب، وهو من خلال أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، هذا يعني يؤكد على متى نحب النبي؟ عندما نتعرف على ذلك النبي، وعن نتعرف على أسوته وسنته وكلامه، نرى صفاته. نعم، نرى حسنه. نعم، وأيضا نقر بإحسانه علينا. نعم، يعني إذا رأينا حسن النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا كيف أن صفاته كانت عظيمة وجميلة وما إلى ذلك، يعني جعلنا انشغلنا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تذكرنا كيف من الله تبارك وتعالى علينا ببعثته علينا، وكيف وما هي المنة، ما هو الفضل الذي تفضل به محمد صلى الله عليه وسلم علينا، عند ذلك سيتولد في داخلنا هذا الحب. هذا الحب سيجذبنا تلقائيا لكي نقوم بما ينبغي علينا. يعني هذه طريق قصيرة مختصرة متوافقة. نعم، الإنسان بشكل حتى في الحياة اليومية الإنسان. نعم، يقلد من يحب، من يحب، يريد أن يرضي من يحب، والنفيس لمن يحب، يقلد من يحب، ويقلد من يحب. يعني الذي يحدث أنه يعني يعني هنا جيد. نعم، أنك ذكرت أستاذ تميم أن الناس بشكل عام يقلدون. نعم، ترى بعض الشباب يقلدون ممثل فلاني، أو البنات يقلدن ممثل، فعندنا نموذج وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. تعالوا نقلد هذا الإنسان العظيم، هذا الإنسان الكامل. نعم، بدل أن نقلد بشر الذين عاجزين يعني ناقصين يعني صحيح، يعني الذي قدمه الإسلام بالفعل يدلل على أن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، لأنه انسجم مع الفطرة الإنسانية. يعني بالنسبة للتعاليم للأوامر والنواهي، الإنسان لن يستطيع أن يلتزم بالأوامر والنواهي لمجرد قناعته بأن هذا في مصلحته، هذا معروف. الإنسان ليس هذا الذي يحركه، العاطفة تحركه ولها سلطة وسلطان قوي عليه بشكل كبير جدا، فالعاطفة هي التي يمكن أن تهلكه والعاطفة هي التي يمكن أن تصلحه. فالله تبارك وتعالى جعل لنا هذا النموذج لكي نحبه لكي ننجو. يعني فعندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نستذكر هذه الصفات الحسنة ونستذكر هذه المنن للنبي صلى الله عليه وسلم علينا. فيعني تخيل كيف أن الله تبارك وتعالى قد جعلها طريقا قصيرة جميلة محببة إلى قلوبنا، أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم فنستقيم، فنضع أرجلنا على طريق الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قد أشار إلى هذه الأمور وبينها في حديثه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: أكثر الصلاة علي فإنها زكاة لكم. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى تزكية المؤمنين. وما معنى التزكية؟ التزكية هو التطهير والتنمية. يعني نعم، كما تفضل أخي الأستاذ أبو إبراهيم وقال إنه لابد من قلب طاهر لكي يصلي صلاة حقيقية على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يكن قد تيسر للإنسان طهارة القلب، إذا بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بحسنه عند ذلك تبدأ الطهارة تنمو في داخله، وتبدأ التزكية بمعنى أنه أيضا يتنمى الإيمان في داخله. نرجع إلى الموضوع. نعم، ثم نعود. نعم، نعم أستاذ. يعني كما ذكر أبو أحمد أن يعني الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون يستحضر صورة ذهنية وقلبية في آن واحد، يعني لابد أن يتدبر بمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن يعني صلاة الله وملائكته والمؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الميزة لم تعطى لأي نبي آخر. صحيح.
فهذه يعني تبين لنا مدى علو شأنه وعظمته صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن نستحضر في أذهاننا ونحن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله المسيح الموعود عليه السلام: يجب أن تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نظرا إلى حسنه وإحسانه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مظهرا لصفات الله سبحانه وتعالى، وكان قلبه انعكاسا لصفاته سبحانه وتعالى، وهو الذي قال: تخلقوا بأخلاق الله. ولذلك يقول المسيح الموعود عليه السلام: فصلوا على هذا النبي المحسن الذي هو مظهر صفات الرحمن المنان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والقلب الذي لا يدري إحسانه فلا إيمان له، أو يضيع إيمانه. فهذه لابد أن يستحضر إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم ومدى انعكاس صفات الله سبحانه وتعالى في حياته، كيف كان رحيما صلى الله عليه وسلم. عندما نتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يعاقب المذنبين، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنهم، كيف أن هذه اليهودية التي حاولت أن تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسم، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنها. إذن عندما نقول صلى الله عليه وسلم نتذكر هذه الصفات العظيمة، نتذكر أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان على خلق عظيم. نعم، هذا فعلا جميل جدا. ذكرتموني إخواني بموضوع العرفان الإلهي، وحتى نحب الله عز وجل لابد أن نعرف الله عز وجل من خلال صفاته. وهكذا الرسول الذي عرف ربه صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول الكامل والإنسان الكامل، يجب أن نتعرف فعلا ونقلد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بكل خطوة بكل حركة، لأنه هو الذي وصل إلى هذا المقام الذي قال عنه تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني لابد، حري بنا أن نقتدي بأسوته وسنته صلى الله عليه وسلم. فإن ذكرنا في موضوع عندما دخل فتح مكة وقال: اذهبوا أنتم الطلقاء لا تثرب عليكم اليوم. يجب أن أذود هذه الأخلاق في داخلي، هذه الصفات في نفسي، حتى عندما أقوم بها وأقطف ثمار هذا العمل ففعلا أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عندما نسمع القصة أن أحد الصحابة أو اثنان جاءوا إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، والتقوا بقريش وقالوا لهم: إلى أين تذهبان؟ قالوا: ذاهبون إلى المدينة. فقالوا: ألا لا تقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نحن ذاهبون إلى المدينة. فعندما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا القصة للرسول صلى الله عليه وسلم: أن التقينا بقريش وقد أخذنا عهد أن لا نقاتل معك، ماذا نفعل؟ قال: عليكم أن تلتزموا، الله سبحانه وتعالى كافرنا، الله سبحانه وتعالى ناصرنا. يعني انظروا، عندما نتخلق وعندما نتصرف في حياتنا اليومية بهذه الصفات، وعندما يرى الآخر سوف يرى الناس ترى جمال محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونكون حقيقة مستحقين لنصلي على النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نقلد الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع خطواته خطوة بخطوة. يعني فعلا عندما يعني نريد أن نظهر من الصلاة للرسول صلى الله عليه وسلم جمال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رحوى رحمة للعالمين، الذي هو قدم للبشرية جمعاء مسلمين وحتى غير مسلمين ما لم يقدمه أحد. لذلك يقول الإمام المهدي عليه السلام، ولاحظوا الحالة التي وصلها الإمام المهدي عليه السلام لحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ينادي المرء في حالة الوجد عفويا: اللهم صل على محمد، إني أقول صدقا وحقا، هذا الأمر ليس من قبيل الخيال والافتراض، القرآن الكريم وتاريخ العالم يشهدان شهادة قطعية على إنجازات النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لماذا قيل عنه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا يقول المسيح الموعود عليه السلام: نشكر الله شكرا كثيرا على أن النبي المعصوم
قد جاء وأنقذ من عبدة الأوثان. هذا هو السر وراء نيل سيد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة والدرجة العظيمة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا أن نضحي بأنفسنا خدمة للبشرية وخدمة لدين محمد صلى الله عليه وسلم. ما دمنا نحب محمد صلى الله عليه وسلم ونقلده فنفعل ذلك. ولذلك قال الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. عندما تتذكر الشفقة والعطف والرحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم على من؟ على أولئك الكفار الذين عادوه وهجروه من موطنه ولاحقوه في مهجره. عندما نتذكر ذلك نفهم معنى الصلاة الحقيقية على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو بالنسبة فعلا لهذه القضايا، يعني قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه باخع نفسه لأجل أن يؤمن الناس، هذه قضية لو تفكر فيها أقسى قلب لا ولو أدركها لنان قلبه ومال باتجاه حب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لنان قلبه أيضا باتجاه الإيمان. يعني هذا إحسان النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية هو إحسان عظيم جدا بفضله تعالى، بفضل الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في مداخلتك قبل قليل أننا يجب أن نكون قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يرى الناس آثار هذه الأعمال التي نقوم بها لكي يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا صحيح، ولكن قبل ذلك كيف نحن يجب أن نستحضر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يجب أن نفكر فيه عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يجب أن نفكر فيه أننا عندما نستذكر حسن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لنقل علينا أن نغرق في بحر حب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذا الحسن، هذا الجمال، هذه الأمور العظيمة، هذه الصفات الحسنة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نستذكر إحسانه، ثم نقول نحن فداء لهذا النبي العظيم، ونحن يعني أنا الذي أصلي عليه مستعد لكي أبذل نفسي وروحي في كل لحظة من أجل أن يرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يعلو اسمه، ومن أجل أن ترفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يفكر كل إنسان أنني علي أن يعني أن أستهين بأي مصيبة، بأي كارثة، بأي شيء يمكن أن يحل بي في سبيل أن يرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو دأب المحبين. المحبون هكذا يحدث معهم، يعني متى يعبر الإنسان عن حبه لحبيبه؟ إذا رأى حسنه، يعني في لحظة من اللحظات يقول مثلا إنني أحبك، وإذا رأى إحسانه إذا فعل له شيئا حسنا يقول له إنني أحبك. وأيضا في إذا رأى هذا الإنسان في حالة ضعف، في حالة صعبة، في يقول له إنني أحبك لكي يشجعه. النبي صلى الله عليه وسلم شأنه مرفوع، الله تبارك وتعالى يرفعه، والملائكة تنفذ أمر الله تبارك وتعالى برفعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس محتاجا إلينا، ولكن علينا أن نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى حال أمته المنسوبة إليه. يعني عندما نرى الأمة في مجد وفي عزة وفي رفعة علينا أن نستذكر بأن هذه الأمة قد نالت هذا بفضل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأينا الأمة في حال انحطاط وفي حال صعبة علينا أن يفيض قلبنا بالشفقة وبالرغبة وبالدعاء أن يرفع الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة هذه الابتلاءات لأنها منسوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وضعنا في أنفسنا هذه الحالة فلا شك أن حب النبي سيزداد في قلوبنا، وهذا الدعاء أو هذه الصلاة ستكون دعاء كاملا فيما يتعلق بنا ويتعلق بأمتنا ويتعلق بالبشرية جمعاء، يعني يصلح أمورنا وشؤوننا كاملا. وأذكر أن هنالك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدعاء الكامل فقال: هو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أدرك هذا المكان، المقام السامي للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أوقع في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم وميزه بهذا الحب،
هو في الواقع عندما نظر إلى حال الأمة وإلى تردي حال الأمة، حب النبي يعني الذي كان يفيض في قلبه جعله يتمزق، يعني قدم هذا الحب العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أمام الله تبارك وتعالى، فاختاره الله تبارك وتعالى لكي يقوم بمهمة إحياء الإسلام ولكي يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالمسيح نقرأها إن شاء الله بعد الفاصل، نأخذ فاصل قصير مشاهدينا الأكارم ونسمع إلى قصيدة ودعاء بهذا الفاصل، وكونوا معنا نقبل هذا الموضوع الهام، بركات وأهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا. فدتك النفس يا خير الأنام، رأينا نورا، رأينا نور نبيك في الظلام، رأينا آية تسقي وتروي وتشفي الغافلين من السقام، رأينا النيرين كما أشرتا قد انخسفا لتنوير الأنام، بحمد الله قد خسفا وكانا شريكي محن أيام الصيام، أتانا النصر بعد 300 وبعد مرور مدة 1000 عام، بدا أمر يعين الصادقين ولا يبقي شكوك ذوي الخصام، فتوبوا واتقوا ربا قديرا مليك الخلق والرسل العظام، فتوبوا واتقوا ربا قديرا مليك الخلق والرسل العظام، أتاني الصالحون فبايعوني وخافوا ربهم يوم القيام، أتاني الصالحون فبايعوني وخافوا ربهم يوم القيام، وأما الطالحون فأكفروني ولعنوني وما فهموا كلامي، وأفتوا بالهوى من غير علم وقالوا كافر للكفر كامي، فتوبوا واتقوا ربا قديرا مليك الخلق والرسل العظام، وذكر المصطفى روح لقلبي وصار لمهجتي مثل
الطعام، وإني سوف يدركني إله عليم قادر كهفي مرامي، عليم قادر كهفي مرامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في كل مكان، معكم في هذه الحلقة من برنامج منهاج الطالبين، حيث نتحدث عن أهمية وفوائد وبركات الصلاة على النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا الأستاذ تميم في موضوع فهم المسيح الموعود عليه السلام لحقيقة ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كان قد وقع في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ونتيجة لذلك نال هذا الفهم وهذه الدرجة وهذه المكانة العظيمة، حتى إن الله تبارك وتعالى قد أراه في حالة الكشف هذه، أو لنقل علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالفيوض الإلهية، فيقول: إنني أرى أن الفيوض الإلهية تتجه بشكل أنوار رائعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الصلاة عليه، ثم تسري وتنجذب في صدر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم تخرج في قنوات وجداول كثيرة لا تحصى، وتصل إلى كل من يستحقها بحسب طاقته. من المؤكد أنه لا يمكن أن ينال أحد أي فضل من الأفضال بدون وساطة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي عبارة عن تحريك عرشه الذي تصدر منه جداول النور هذه، فمن يرغب في الحصول على فضل الله عز وجل فليكثر من الصلاة على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليحرك فضل الله تعالى. يعني المسألة أن الله تبارك وتعالى جعل مصدرا وحيدا لنوال الأفضال الإلهية هو من خلال أن نرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم برابطة الحب. لذلك الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا، أن يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، بمعنى أنه المطلوب منكم أيها المؤمنون أن تحبوني كما تحبون أقاربكم، يعني بمعنى أن يكون الحب المتوجه إلي هو حب الحبيب لحبيبه، يعني ليس أقرب إلى الإنسان من الإنسان، سأكون أحب إليه من ماله نعم. فيقول الله تبارك وتعالى إن هذه هي الطريقة الوحيدة لنيل الفيوض الإلهية، ولكي يضع الإنسان قدمه على طريق أن ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى ويقوم بما تقوم به الشريعة الإسلامية. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتكثف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لهذا الكشف، ثم تصل إلى كل إنسان بمقدار درجته وبمقدار مكانته. فكأننا عندما نصلي كأننا نكثف، أو لنقل نهز العرش الإلهي بداية لكي تنزل هذه الفيوض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاز هذه الفيوض وهو يرفع، ولكن إذا لم نرتبط به وإذا لم نحرك عرش الرحمن فلن ننال نحن. يعني هنا هي القضية، أنابيب لكي توصل هذه الأنوار إلينا، يعني أن نفتح أولا بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، نهز عرش الرحمن ونصل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم الفيوض والبركات التي ترفعنا. يعني بداية الصلاة تكون خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل رفع درجته ومقامه، وهكذا يعني حتى نتمنى نزول الفيوض الروحانية من الله عز وجل، الفيوض والبركات على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سوف تعم هذه الفيوض البشرية جمعاء، وكم بالحري المؤمنون وكم بالحري من يتبع محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بحق وحقيقة. يعني الحقيقة أصلا لن يستطيع الإنسان أن يصلي على النبي حقيقة إلا إن كانت هذه الصلاة مجردة من كل فكر أن يناله شيء من نتيجة لذلك، وإنما
هي المسألة كما قلنا عاطفة، الله تبارك وتعالى يريد منا أن نولد عاطفة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحب يسمو على كل شيء، يسمو على كل ما يمكن أن تنال. نعم، يجب أن يكون من الإنسان كالميت، يعني كل ما يحركه هو أفضل، يعني شعوره بالحب للنبي صلى الله عليه وسلم يحركه ويدفعه إلى أن يحمد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذكر حسناته وأن يطلب له مزيدا من الرفعة. عند ذلك سيعد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسينال تلقائيا هذا الأمر. أما إذا فكر الإنسان أنني أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن أنال شيئا، فهو في الواقع لم يكن قد فهم ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا ما يؤكده المسيح الموعود عليه السلام، أننا عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن تتنزل البركات عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام المهدي عليه السلام: يجب عليك أن تتوجه كثيرا إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أطلب البركة للنبي صلى الله عليه وسلم بذوق وإخلاص كما يطلبها أحد لحبيبه حقا. وأيضا تماما، إذا أحب شخص فأنا أمحي، يعني أستطيع أن أضحي بنفسي، إذن لا قيمة لي بهذا، فإذن أريد له كل الخير كل البركات. أصلا عندما تحب أحدا، يعني كالقريب على سبيل المثال، عندما تحب ابنك فأنت تكون مستعدا لكي تضحي كل شيء من أجله. نعم. ويعني ولا تفكر أنني مثلا أنا أحب ابني لأني أريده أن وأريد أن ترتفع درجات ابني لأنني أريد أن أستفيد منه ذلك. لا يفكر بدون مقابل. نعم. لا، هو يعني حب بدون مقابل. يعني العاطفة التي هي تحرك الحب الحقيقي. نعم. هو هكذا. نعم. اللي بدون مقابل. نعم. نعم. أيضا يعني في الصلاة الحقيقية على الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الإمام المهدي عليه السلام أن الصلاة على النبي هي وسيلة للهداية، وسيلة لمعرفة الأمور الدقيقة والخفية في سبل التقوى. لذلك يقول المهدي عليه السلام: حدث ذات مرة أنني ظللت مستغرقا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، لأنني كنت على يقين أن سبل الله تعالى دقيقة جدا ولا يمكن الاهتداء إليها بدون وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الله تعالى أيضا: وابتغوا إليه الوسيلة. ثم بعد مدة رأيت في حالة الكشف أن سقائين قد جاءا ودخلا بيتي، أحدهما دخل من الطريق الداخلي والآخر من الطريق الخارجي، وعلى أكتافهما قرب من نور، ويقولان: هذا ما صليت على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الآن في الفوائد والبركات. نعم. يعني تفضل أستاذ عبد الله. أردت أيضا أن لو قرأنا بعض الأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم ورأينا أيضا أن كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من أمته أن يصلوا لتستفيد هذه الأمة، وهكذا يزيد البركات والفيوض الإلهية على هذه الأمة. نعم، هو طبعا كنا قد قرأنا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا الصلاة علي فإنها زكاة لكم. وبينا بأن هذه الصلاة ستؤدي إلى تزكية نفس المؤمن وإلى تقوية إيمانه. كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي صلاة في دار الدنيا. يعني تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الإنسان سينجو من أهوال القيامة وسيكون من يعني من الذين يحميهم الله تبارك وتعالى إن كان من الذين يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس قال أيضا في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أولى الناس بي أقربهم مني وأحقهم بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وفي حديث رواه أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة. وطبعا الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي، ولكن هذا شرح أنه يعني أقربهم إلي كذا، وإنما أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة. أكثرهم علي صلاة. وهنا لابد من يعني
توضيح مفهوم الشفاعة. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو شفيعا للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم شفيعا للمؤمنين بالآخرة لأنه شفيعا لهم في الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا لهم إذا صلوا عليه تلك الصلاة الحقيقية التي تؤدي بهم إلى حبه صلى الله عليه وسلم، ثم حب المؤمنين، ثم حب البشرية جمعا. فهل من المعقول أن نقول أن إنسانا يصلي حقيقة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قلبه الحقد والكراهية للآخرين، أو أن أولئك الذين يثيرون الضغينة والكراهية ضد المسلمين فيبيحون قتل المسلمين، وخاصة في شهر رمضان كما حصل مع أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية عندما قتلوا وهم في المسجد، أي صلاة وأي انتماء وأي حب للرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يعني تظهر من ألسنتهم وأفواههم الحقد والتعصب والكراهية للآخر؟ إن أي مسلم يزعم أنه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت يكون هذا هو حاله الكراهية والحقد، هذا إنسان أبعد الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نود أن نستذكر هذه المسألة، هي وهي أن النبي صلى الله أن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية من وراء الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النجاة كلها مرتبطة متعلقة بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا فهمنا الحب أو إذا تدبرنا في مسألة الحب عند ذلك ستتضح لنا كل تضح علينا ما ينبغي لنا أن نفعله أو أن نفكر فيه وما ينبغي أن نتركه. فإذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك كما قلنا طلبنا له رفع الدرجة والمكانة دون مقابل، دون أن نفكر بأنفسنا. إذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أمته ودعونا من أجلها وسعينا أن نضحي بأنفسنا من أجل أن يرفع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا آله وأحببنا أصحابه. فلا يمكن إذا كنت تحب أحدا أن تكره أحبابه، يعني هذه شغلة، هذا عبارة عن شيء معروف تماما. يعني إذا قلنا مثلا أنني أنا أحب فلانا، إذا أحببت فلانا فسأحب أبناءه وأحب أصدقائه وأحب معارفه وأحب كل من يحيط به. فالذي يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ويكره أصحابه أو الذي يكره آل بيته فهذا ليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفهم ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يهتم بأمور المسلمين، الذي لا يريد أن أو لنقل الذي لا يحترق قلبه على حال الأمة وعلى تردي حال الأمة، هذا الإنسان لا يعرف معنى حب النبي صلى الله عليه وسلم ولن يستطيع أن يصلي عليه. أيضا الذي لا يفكر باستمرار في أن يقدم نفسه في سبيل الله وأن يقدم نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يستهين بكل الصعوبات والمصاعب التي تواجهه فلن يكون مصليا ولا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يفكر في أنه لا بد من الرفع الكامل أو لنقل إلى أن تستمر مسيرة رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وعندما يرى عزة ورفعة وشرفا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفكر له في المزيد، ليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا يجدر أن نتذكر شيئا مهما جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أرشدنا إلى كيف أن نصلي عليه، بمعنى ما هي الكلمات التي يجب أن نصلي بها عليه. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بخمس دقائق أنا ينتهي البرنامج. أنا أريد حتى الآن لم نتحدث أيضا عن الفوائد أيضا المادية والروحانية، يعني ممكن يعني أن نقول وأيضا نريد أن هناك أيضا اعتراض على قضية كما يعني هل هي تساوي يعني بسرعة نعم سنحاول بإجازة سريع جدا إن شاء الله قادر أيضا لو تجهز نفسك لأن لم يبقى معنا وقت كافي بالنسبة لكما
يعني يخطئ من يظن بأننا نريد أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة والمكانة التي نالها إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين وأعظم ولد آدم، وإبراهيم عليه السلام يعني لا شك أنه أدنى منه منزلة. ولكن الذي حدث أن هنالك نطاق لنبوة إبراهيم عليه السلام، وهنالك أيضا أدعية دعاها إبراهيم عليه السلام. الله تبارك وتعالى استجاب أدعية إبراهيم عليه السلام وحقق أيضا الغاية من نبوته بطريقة كما طلبها وزيادة، بمعنى أنه قد تحققت الغاية في إطاره المحدود، وصل إلى الكمال بإطاره ضيق، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بإطاره الواسع. نحن نطلب له الكمال وهذا الكمال لن ينتهي، وهنا هذه القضية، لأنه حتى يوم القيامة سنبقى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سوف تستمر الفيوض، لأن هذه الفيوض لا نهاية لها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولا قومه هو العالم أجمع، طالما هنالك إنسان على وجه الأرض فهو من قوم النبي ومكلفون بأن نوصل إليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والرفعة اللامتناهية هي عبارة عن الكمال الذي يجب أن يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أنه لا بد من الصلاة باستمرار، ويعني لا هذا لا يعني أن هنالك نقصا في كمال النبي صلى الله عليه وسلم، بل على العكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حدود لكماله، ولأنه مرتبط بالله تبارك وتعالى ارتباطا وثيقا. نعم، يعني أريد أن أبين فقط أهمية الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار على المستوى الفرد وعلى مستوى الأمة بعد هذا الشرح والتوضيح لحقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تتنزل الفيوض الروحانية والمادية على الفرد وعلى الأمة. فأريد أن أذكر حادثة عندما جاء أحد الصحابة للمسيح الموعود عليه السلام وكان يشكو له تراكم الديون عليه، فقال له عليك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. وفعلا يقول هذا الصحابي بعدما يعني قرأت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وداومت على ذلك كيف أنها فعلا قد انتهت هذه المشكلة. وكما يقول الخليفة الخامس أن المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرون في هذا العصر من المسلمين عليهم بالتوجه بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما على المستوى الأمة، إذا فهمنا هذا المفهوم الحقيقي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما يبين الإمام المهدي عليه السلام أن إصلاح النفوس وإصلاح الأمة الإسلامية وإخراجها من والهوان التي تعيش به والفتوحات الإسلامية القادمة، يقول أن لها علاقة وطيدة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن في إطار حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم وحبنا يعني نشر التوحيد ورسالة الإسلام، فإن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تجعل منا جنودا ندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمام حملات الشتائم والتشويه للرسول صلى الله عليه وسلم من المعادين والكارهين للرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام. الفائدة المهمة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي استجابة الدعاء، لأنه إذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم حبا خالصا سنصبح محبوبين عند الله، والمحبوب مدلل عند حبيبه، الله تبارك وتعالى دلل نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا دعاء في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ولماذا هنالك علة خفية؟ نعم، لماذا؟ لأن المسألة كالتالي، يعني أنت إذا تجاوزت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفكر فيه ولم تحبه كأنك أسأت إلى مقامه. نعم. فلذلك يجب أن تذكره في دعائك حتى يتقبل الله تبارك وتعالى. أي دعاء يكون مكرونا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كونوا معنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله في نفس التوقيت. ونهاية ندعو بهذا الدعاء الذي دعاه المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي اجز منا هذا الرسول الكريم خير ما تجزي أحدا من الورى،
وتوفنا في زمرته، واحشرنا في أمته، واسقنا من عينه، واجعلها لنا السقيا، واجعله لنا الشفيع المشفع في الأولى والأخرى. ربي ربي فتقبل منا هذا الدعاء، وآونا هذا الذرى. ربي ربي يا ربي صلِّ وسلِّم وبارك على ذلك النبي الرؤوف الرحيم، وعلى كل من أحبه وأطاع أمره واتبع الهدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.